بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طالباتنا العزيزات الصف الثامن متوسط في متوسطات الخنساء للبنات. وياكم صباح مدرسة اللغة الإنجليزية. Today we have unit 3 lesson 2 on page 33 student's book. The timetable, جدول مواعيد أو جدول زمني للدروس طبعا في المركز الرياضي. And we have the activity book on page 36 صفحة 36. كذلك we have two records, تسجيلين, تسجيل 16 and تسجيل 17 طبعا موجود في صفحة 97 وصفحة 98 راح تشوفوه طبعا خلال الدرس. Dave phoned the sports center and heard a message. ديف هذا صورته الولد اتصل بالمركز الرياضي اللي هو شفنا الإعلان إله أشبي سبور سنتر. فوصلت رسالة إلى ديف اللي رح نسمع رسالة. السؤال هو What does Dave have to leave? What does Dave have to leave? ماذا يجب على ديف أن يترك خلال المسج؟ طبعا التسجيل الصوتي موجود on page 97 تسجيل 16. رح نسمع التسجيل اللي هو الرسالة الصوتية اللي سمعها ديف خلال اتصاله بالمركز الرياضي. Track 16. Dave phoned the sports center and heard a message. Listen to the message. What does Dave have to leave? This is the Ashby Sports Center. Thank you for calling. We hold classes in many different sports, from tennis to horse riding. We have separate classes for women and girls, and for men and boys. There are three kinds of classes: beginners, advanced, and team practice. Please leave your name and address, and we'll send you a leaflet. Thank you for calling. إذن السؤال What does Dave have to leave؟ ماذا يجب على ديف أن يترك؟ إذا نرجع للتسجيل Please leave your name and address. إذن لا يجب أن يترك اسمه وعنوانه. لماذا؟ حتى send you a leaflet. طبعا هذا السؤال تكتبه بالدفتر مع الحل. إذن رح نجاوب عليه He have to leave his name and address. يجب أن يترك اسمه وعنوانه. التسجيل الثاني Listen and repeat these words. كلمات عندنا beginners مبتدأ advanced متقدم و team practice تدريب فرق. طبعا احنا عندنا نتكلم عن الرياضات على sports center. ف beginners يعني مبتدأ بالرياضة, advanced يعني متقدم بالرياضة أو باللعبة المعينة, أو team practice هو تدريب الفرق يعني الفريق المشارك بأي شخص راح ينضم إلى تدريب الفرق حتى يتدرب. إذا نسمع تسجيل 17. Track 17. Listen and repeat these words. Beginners. Advanced. Team practice. طبعا الطالب يجب أن يتدرب على لفظ الكلمات الثلاثة مع التسجيل. Now the sports center sent Dave this leaflet. فأرسل المركز الرياضي إعلان إلى ديف. إلى ديف بعد ما اتصل بالمركز وحتى يسجل معاهم. Ask and answer questions about it. فرح نسأل ونجاوب أسئلة مثل هذه عن المركز الرياضي. ممكن نسأل When is the volleyball beginners class؟ الجواب رح ناخذه من الليفلت نفس الإعلان. ليفلت يعني إعلان. فإذا نبحث عن الجواب متى سيكون لعبة الفوليبول للمبتدئين أو درس الفوليبول للمبتدئين. هذه الفوليبول البيجينرز, هذه البيجينرز on Monday من 5 إلى 7 o'clock. إذا الجواب حيكون on Monday from 5 o'clock to 7 o'clock. رح نسأل مثل هذا السؤال, نجاوب مثل هذا الجواب وناخذه من الليفلت. ممكن نكتب بالدفتر سؤال مشابه لهذا السؤال وجواب نأخذه من الليفلت نفسه. For example, when is the tennis advanced class? When is متى سيكون tennis advanced class? الجواب on Friday from 5 to 7 o'clock and on Saturday from 3 to 5 o'clock. مثال آخر
When is the swimming team practice class? When is the swimming team practice class? On Thursday from 7 to 9 o'clock and on Friday from 7 to 9 o'clock. فرح يكون السؤال وجواب مشابه نكتبه هذا في الدفتر. هذا جدا سهل. نجي على الليفلت Ashby Sports Center. Men's and boys lessons, دروس الرجال والأولاد. دروسهم حيكون في الأيام التالية Tuesday, Thursday and Saturday. Women's and girls, البنات والنساء. Lessons, دروسهم حيكون في أيام مختلفة on Monday, Wednesday and Friday. هذه أيضا تنتبهون عليها لما رح نعتمد عليها كسؤال وجواب. بالنسبة للألعاب أو الجيمز عندنا فولي بول البيجنرز المبتدئين on Monday from 5 o'clock to 7 o'clock. Team practice تدريب فرق on Monday from 7 o'clock to 9 o'clock. We have athletics بدنا ألعاب القوى أو صحة وميدان start now يعني هذه اللعبة أو هاي الجيم مستحدثة هذه السنة on Wednesday and Thursday from 5 o'clock to 7 o'clock. تنتبهون على الأيام. الأيام إحنا هنا بالبداية. Men's and boys on Tuesday, Thursday, Saturday. فمن خلال الأيام راح تعرفون هل هذه الأيام for men and boys, هل هذه الأيام إلى women's and girls. Okay. We have swimming, السباحة. Team practice, تدريب فرق. On Thursday from 7 to 9 o'clock. On Friday من 7 إلى 9 o'clock. And we have tennis for beginners المبتدئين on Monday and Tuesday from 7 to 9 o'clock. Advanced يعني متقدم بالتنس المتقدم بلعبة أو الجيم اللعبة التنس on Friday from 5 to 7 o'clock and on Saturday from 3 to 5 o'clock. We have gymnastics beginners المبتدئين on Tuesday and Wednesday from 7 to 9 o'clock and we have advanced متقدم باللعبة on Thursday and Friday from 7 to 9 o'clock. We have basketball كرة السلة beginners المبتدئين Tuesday from 5 to 7 o'clock and we have team practice تدريب فرق on Saturday from 3 to 5 o'clock. We have karate, learn a new sport, يعني هذا أيضا مستحدث اللعبة on Monday from 5 to 7 o'clock, on Thursday from 5 to 7 o'clock. Call, هذا الرقم للاتصال to book, كلمة هنا to book حتى يحجز درس يعني يسجل في درس to book مو معناه كتاب هنا يسجل في الدرس أو يحجز في هذا الدرس class إذا يحجز أو يسجل نفسه في درس class and for information إذا معلومات about other sports ومعلومات نسألة عن الرياضات الأخرى. بعد ما كملنا قراءة الليفلت we have only one exercise on page 36. الحل التمرين يعتمد على leaflet. Answer these questions about the leaflet on page 33 of your student's book. Write short answers واكتب جواب قصير للأسئلة. Number one, how many beginners lessons are there? كم درس للمبتدئين يوجد في leaflet؟ فنحسب عندنا الفوليبول we have beginners only one lesson درس واحد للbeginners للفوليبول. Tennis we have beginners درسين on Monday and Tuesday إذن ها صار 2 وعندنا الجيمناستكس beginners on Tuesday Wednesday فصار عندنا أيضا 2. بالنسبة للباسكتبول we have beginners only one lesson فإذا نحسبهم هنا عندنا درس درسين صار 3 أربعة خمسة وهنا 6 إذا نكتب 6 beginners lessons إذا نريد نفصلها نكتبها حسب الألعاب حسب الجيمز مثل ما شفنا بالليفلت أو فقط نكتب 6 beginners lessons 6 دروس للمبتدئين. How many advanced lessons are there؟ كم درس للمتقدمين يوجد في الليفلت إذا نحسبهم؟ إذن الأدفانسد عندنا في التنس لعبة التنس أدفانسد on Friday and Saturday إذن درسين. Gymnastics also we have advanced on Thursday and Friday إذن درسين. فإذا نحسبهم صار 4 فنكتب 4 advanced lessons إذن عندنا 4 دروس للمتقدمين. Number 3 how many team practice كم عندنا تدريب فرق are there كم درس لتدريب الفرق يوجد بالليفلت. فإذا نحسب team practice في الليفلت
we have a volleyball team practice on Monday درس واحد. We have in the swimming team practice on Thursday and Friday إذا درسين. وعندنا في الباسكتبول تيم براكتس اونلي 1 لسن درس واحد اون ساتردي. اذا نحسبهم 1 2 3 4 اذا نحن نكتب 4 تيم 4 لسنز لتيم براكتس. اوكي بس فقط انتبهوا لي على كلمه براكتس بالاس هذا as a verb and practice اذا نكتبها بحرف السي this is noun فهذه تنتبهون عليها as a verb practice as a noun practice نفس اللفظ لكن عندنا الفرق ب letter s instead of c as a verb as a noun. إذا نرجع إلى درسنا ask and answer questions what sports do you want to do what sports you want to do أي لعبة أنت تفضل تلعبها أو قصد رياضة طبعا sports ممكن نجاوب I'd like to play tennis طبعا نرجع إلى الأفعال اللي أخذناها play, go and play, go and do نطبقها على الألعاب I'd like to go swimming I'd like to do gymnastics حسب الرياضة راح نستخدم الفعل المناسب play مع tennis أو football go مع swimming or horse riding do مع gymnastics أو judo ممكن هذا الطالب يكتب السؤال يكتب الجواب بالدفتر. Now how good are you at volleyball إذا رح نستخدم الكلمات beginners advanced team practice فالسؤال يكون how good are you كيف أنت جيد في اللعبة الفلانية how good are you at volleyball for example I'm quite good أنا جيد at volleyball يعني أنا مو مبتدئ أنا جيد but I want to practice أنا أريد أتدرب إذا يقول لنا صيغة I want to practice إذن هذا يا مرحلة واصل مرحلة advanced متقدم advanced وليس مبتدئ وليس مبتدئ بينما إذا جاوب I have never played volleyball أنا أبدا لم ألعب الفوليبول I'd like to learn الصيغة الثانية I'd like to learn أريد أتعلم how to play it إذن أنا بهالحالة أنا beginners beginners قلنا مبتدئ فلازم تتدربون على هذه الصيغة أو مثلا أنا مشارك في team فالمرحلة حيكون team practice أوكي فالصيغة I want to practice أريد أتدرب إذن أنا واصل مرحلة advanced متقدم يعني I know how to play volleyball إذا I have never played volleyball I want to learn أريد أتعلم إذن بهالمرحلة هو مبتدئ beginners مبتدئ beginners advanced متقدم و team practice هو تدريب الفرق team practice تدريب الفرق فهي تنتبهون عليها طلابنا آخر شيء عندنا the man's favorite sport is tennis عندنا كلمة man as a singular كمفرد تكتبها الصغيرة بنضيف S التملك رح نضيف S قبلها ضمة The man's favorite sport is tennis. هذا معناه one man. إذا قصده شخص أو رجل واحد. But إذا الصيغة الثانية تتحول the man's favorite sport is tennis. يعني الرجال هنا تحولت man إلى man. تحولت إلى plural جمع بإضافة الحرف e بدل a. راح نضيف s تملك أيضا بدون تغيير. يعني s قبلها ضمة. يعني في حالة عندنا أسماء شاذة أو جمع شاذ. نضيف S تملك بلا تغيير S قبلها ضمة The man's favorite sport is tennis يعني الرجال هوايتهم المفضلة ورياضتهم المفضلة هي تكون التنس more than one man فهذا قصده أكثر من رجل يريد من الطالب تطبيق الكلمتين الأخرى make sentences with women and children إذا نيجي على women بالA women بالA هي singular هنا women بالE is plural جمع فإذا نقول the women بالA women استملك women's favorite sport is مثلا basketball one woman إذا نجمعها الwoman تتحول إلى woman بالE woman بالA woman بالE the women's favorite sport is basketball more than one woman فهنا المان نفس القاعدة على woman بالA woman men بالجمع تنطبق على نفس women بالجمع نيجي على كلمة child و children طبعا children هي plural noun اسم جمع child هي المفرد for example إذا ندخل child children على نفس الجملة the child's استملك the child's favorite sport is football الأطفال دائما يحبون كرة القدم the child's استملك نكتبها s قبلها ضمة favorite sport is football one child قصد طفل واحد إذا نجمعها
The children's استملك اس قبل هذا ما the children's favorite sport is football more than one child. كأنه احنا دا نكتب جمل جديدة نفس الصيغة نفس الجمل لكن نغير child للمفرد بدل man و children للجمع بدل men's. فهذا درسنا ان شاء الله يكون واضح. عندنا الاسماء الجمع الشاذ كيف تدخل اس تملك عليها تدخل اس تملك بدون تغيير قصدنا شنو اس قبلها ضمة يعني ما نخلي الضمة بعد الاس ابدا في حالة الجمع الشاذ. فعندنا ثلاث كلمات تحفظوها man men بالجمع woman بالمفرد women بالجمع child بالمفرد children بالجمع. كان هذا نهاية درسنا اليوم إن شاء الله الفائدة والمتعة للجميع. نشكركم نلتقي في درس ثاني مع السلامة.